تحسم حركة النهضة التونسية اليوم في قرارها بشأن مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 من سبتمبر أيلول المقبل. هذا ومن المنتظر أن تعقد حركة النهضة غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا تعلن فيه عما إذا كانت سترشح شخصية من داخلها أو ستدعم مرشحا من الساحة الوطنية. ينضم إلينا من تونس مراسلنا هناك وسام دعاسي. وسام، هل من تسريبات أو معلومات إن صح التعبير عن إن كانت النهضة سترشح مرشحا خاصا بها أم أنها ستدعم مرشحا آخر؟ بالفعل في هذه اللحظات تعقد حركة النهضة التونسية اجتماعا حاسما ومهما للحسم في هوية المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 من سبتمبر أيلول المقبل. الحركة تشهد يعني خلافات غير مسبوقة في مسارها السياسي بشأن الانتخابات الرئاسية. هناك فرضيتين محتملتين على طاولة الحوار. الفرضية الأولى هي ترشيح شخصية من داخل الحركة، وهناك هناك معسكر أو طيار يدفع داخل الحركة في اتجاه ترشيح نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو الذي يشغل رئيس بالنيابة للبرلمان. ثم الفرضية الثانية وهي ترشيح يعني شخصية من خارج الحركة أو دعمها، وهناك أسماء مطروحة في الحقيقة في أروقة الحركة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، ثم رئيس أو وزير الدفاع الحالي عبد الكريم أزبيدي الذي شغل أو اشتغل في حكومة الترويكا إبان الثورة، ثم بدرجة أقل هو رئيس البرلمان الذي عقب الثورة أو كما يسمى بالمجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر. وهذا الخيار أو الفكرة تدعمها أو يدعمها زعيم الحركة راشد الغنوشي لعدة أسباب، وأن الحركة يعني تحاول أن تتجنب ما يعني يدور في الساحة السياسية بالتغول، لأن رئيس الحركة ترشح للانتخابات التشريعية وبالتالي قد يترأس البرلمان، وبالتالي النهضة قد تكون لها اليد الطويلة أو كلمة الفصل في يعني في اختيار تركيبة الحكومة وحتى رئيسها. وبالتالي الحركة اليوم تبحث عن شريك أساسي للخمس سنوات المقبلة. شكرا لك وسام، وصلت الصورة مراسلنا من تونس وسام الدعاسي، شكرا جزيلا لك.